يعني مثل ما تابعنا بالتقرير، خلينا بالبدايه نرحب بضيفنا لليوم الدكتور احمد العايد، استشاري في امراض القلب والقسطره القلبيه. يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم وشكرا لكم. يسعد صباحك دكتور. تعرفنا من خلال الماده هلا اللي كنا عم نشوفها عبر الشاشه عن تصلب الشرايين، بس لكن لمحه سريعه، طبيا خلينا نعرفه اكثر وشو اسبابه؟ خلينا نعرف الشرايين اولا. هي الاوعيه الناقله للدم اللي بتأمن تدفق الدم إلى أعضاء الجسم المختلفة لحتى الأعضاء تمارس عملها بشكل طبيعي. أهم ميزة بالشرايين هي المرونة، بمعنى أنه الشريان قابل للتقبض وقابل للانبساط أو الاسترخاء، بمعنى لمعته أو قطره مختلفة حسب حاجة العضو المروى بهذا الشريان. فلما تزداد الحاجة بيتوسع الشريان ليأمن الدم الكافي، لما بتقل الحاجة بيرجع بتقبض لوضعه الطبيعي. هي الميزة اسمها مرونة الشرايين. هلأ بوجود تصلب شرايين يعني فقدنا هذه الخاصية الهامة جدا، المرونة. هي بداية التصلب. هلأ لما يتقدم أكثر تصلب الشرايين رح يؤدي إلى تضيق بلمعة الشريان، وبالتالي نقص تدفق الدم للعضو المستهدف. نعم. مهما كان هذا العضو داخل جسم الإنسان. الأعضاء الأساسية اللي بتتأثر بتصلب الشرايين هي الدماغ، من هون بيجي نقص التروية الدماغية والستروك أو السكتات الدماغية وما إلى ذلك، القلب والكلية والأعضاء أو الأطراف المحيطية، مثل مرضى السكر مثلا بصير عندهم مشكلة بشرايين بالأطراف السفلية. نعم، طيب دكتور خلينا نحكي شوي بالتفصيل عن أسبابه، شو سبب هي الحالة اللي بتصيب الإنسان أو بتصيب التصلب يعني الشرايين، شو سببه وكيف بيظهر أعراضه؟ هل في الإنسان يشعر بأعراض معينة ولا لا هي بحاجة لفحص سريري؟ هلأ الأسباب، أول سبب هو التقدم في العمر. بشكل طبيعي بيميل الإنسان إلى أنه شرايينه تفقد مرونتها مع، ومن هون اجى في مثل كثير معروف انه عمر الانسان من عمر شرايينه. فطالما شرايينه مرينه فتيه، طالما هو حياته افضل، لما تصير متصلبه متسمكه متضيقه فهذا انذار انه الحياه ستكون اقل او اقصى. يمكن دكتور بالاونه الاخيره عم نشوف بعض الامراض اللي كنا نشوفها باعمار متاخره عم تصيب الشباب، يعني صحيح. هذا اللي عم يفاجئنا، يعني انت قلت مثلا بعمر متاخر بسن متقدم، اليوم لا عم نتفاجئ بامراض خصوصا ما يتعلق بامراض القلب عند شباب. فكمان في ظروف بتلعب دور، هي الظروف الحياتية النفسية، الضغط المعيشي، يمكن الظروف العملية، يعني شو اللي بيشتغله الإنسان قديش بيأثر على صحته الجسدية. عند الشباب الشرايين لا تصاب بالتصلب عادة، لكن ممكن يصير فيها أمراض تانية. تمام. مو بس تصلب الشرايين هو مرض الشرايين، مثلا تسلخ الشرايين، تمزق بطانة الشريان، تشكل خسرة فيها بيؤدي لاحتشاء عضلة قلبية. هو الحقيقة فعلا تصلب الشرايين عنا يبدأ بأعمار باكرة نسبيا، يعني بالغرب ما كنا نشوفها هي بعد 65، عنا لا عم تكون أبكر من هيك الحقيقة. شو السبب؟ السبب الأكثر الحقيقة شيوعا هو التدخين، سواء السجائر أو الأرجيلة. هلأ في أسباب تانية مهمة جدا مثل السكري، مثل ارتفاع كوليسترول الدم وشحوم الدم، مثل ارتفاع الضغط غير المعالج، مثل في أسباب أخرى كمان هي البدانة، هي قلة الحركة. التوتر النفسي كمان جدا مهم، الحياة والآن اليومية. عم ينبحث فيه كعامل خطورة رئيسي، كان يصنف عامل خطورة ثانوي، الآن شيئا فشيئا يصبح عامل خطورة رئيسي التوتر النفسي. وهذا اللي بيعمل مو بس تصلب شرايين، بيعمل تمزق في الشرايين، نحن طبيا بنسميه تسلخ الشريان العفوي. هذا بصير خاصة عند الشباب، للأسف عند السيدات أكثر من الرجال هاي المرض، لكن تصلب الشرايين بصير عند الرجال أكثر من النساء. أكيد. لأن يعني الهرمونات الأنثوية إلى دور وقائي حامي من تصلب الشرايين. يعني يمكن بالمفهوم الطبيعي الأشخاص وقت بيكون حدا متضايق، حدا معصب، بيقول قلبي وجعني، نحن دائما رابطين المشاعر بقلوبنا. هذا صحيح. وهذا يعني هذا شيء عم نشوفه إن لما بندخل بتفاصيل الأمراض، لما نحكي عنها مثل هلا تصلب الشرايين أو تسلخ الشرايين، فبدنا هيك شوية راحة راحة نفسية. راحة نفسية ما نصير ناخذ الأمور بشدة لحتى ما مثل نشوف هاي الجلطات اللي صرنا نشوفها بعمر مبكر. Okay.
طب غم راح الشخص. هلا في مرض وصف مؤخرا معروف وصار مشهور اسمه بروكن هارت سيندروم، متلازمة القلب المكسور. هي نتيجة شدة عاطفية قوية، ممكن فعلا يدخل المريض بمتلازمة إكليلية حادة، هي شبيهة تماما باحتشاء العضلة القلبية وبيروح. هلا ممكن يروح، ممكن يؤدي لعقابيل فيما بعد، ضعف عضلة قلبية او قصور قلب بحالات قليلة نادرة، غالبا ايه بيروح. بس هي مزبوطة انه يعني هي عبارة عن انكسار في القلب، فعلا انكسار، لانه قطع القلب ما كلها بتكون بتشتغل بوقت واحد، فجأة نتيجة شدة عاطفية قطعة معينة من القلب تشتغل، قطعة ثانية ما بتشتغل، تنتفخ. لذلك هذا التعبير نفخت لي قلبي مضبوط. والحين التعبير طلعت موجودة. فعلا هو هيك بصير بهي الحالة اللي عم بحكي عنها، بس هي حالة قليلة نسبيا، هي أغلب حالات القلبية هي تصلب شرايين أو تمزق داخل الشريان. دائما فينا نربطه، يعني مش بس فقط السبب طبي أو صحي، دائما نربطه بالسبب النفسي، يعني الوضع المعيشي. مثل ما قلت كنا نعتبر سابقا طبيا التوتر النفسي هو سبب ثانوي، اليوم صحيح. الدراسات يوميا عم تكون، يعني بالدراسات عم تقول لك لا صار سبب رئيسي، صار في عدد وفيات سنويا، صار في حالات اكتئاب. يمكن كثير من الناس هلا عم تشوفنا عم تقول نحن نوعا ما بدنا نتفلسف أو ننظر، نحن بحياة صعبة، ظروف معيشية صعبة اقتصادية، بس قديش فينا نعلم الناس، يعني كونك طبيب أمراض قلب ما نقدر نخلي العامل النفسي يأثر صحيا على جسدنا، ما نحمل الأمور، هي الأمور صعبة يعني هي بتحمل حالة زيادة. بس كثير من الناس عم نشوفهم، يعني من فترة قرينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي صبية عمرها سن يعني 20 سنة جلطة، يعني في أمراض عن جد صارت الواحد بيخاف منها وبأعمار جدا مبكرة. نحن مثل ما قلنا يعني فيروس كورونا لحاله هو نفسيا يعني بيلعب دور بحياتنا، بس كونك طبيب قديش فعلا في بعض النصائح لازم نلتزم فيها، ما قدرنا بالتأكيد. نلتزم فيها، ندرب حالنا بشكل يومي عليها. الحالة النفسية جدا مهمة بهالموضوع، لكن في أشياء تانية أخرى مهمة أكثر أو بنفس الأهمية، خلينا صحيا نفسيا يعني طبيا. نحن القاعدة الرئيسية الأساسية مشان موضوع الشرايين وحماية الشرايين من التصلب بنقول الكلمتين، كل أقل وتحرك أكثر. أحسن شيء لمرونة الشرايين الحقيقة هو الرياضة، الرياضة، ممارسة الرياضة، لكن بدها تكون بشكل يومي، ما يكون يدقنا الحماس أسبوع أسبوعين وبعدين نقعد، لا بده يكون بشكل منتظم، تصير هي جزء من بروجرام حياتنا، بصير هي جزء من حياتنا. على الأقل بيقولوا نص ساعة مشي سريع أو ما يعادله من الأيروبيك أو أي تمارين أو أي رياضة تانية، هذا الحد الأدنى المقبول من إنسان بالغ، مثلا إنسان عادي 30 دقيقة يوميا مشي سريع أو ما يعادل هذه الرياضة. هي شغلة كتير مهمة. موضوع الانقطاع عن العوامل المؤذية، التدخين، الأرجيلة كمان كتير كتير مهم، هذا كله بأهمية موضوع الابتعاد عن الشدة النفسية. تعقيبا عن موضوع الشدة النفسية، الحقيقة انتشرت من فترة دراسة بتقول انه المرضى المصابين بامراض القلب المنعزلين اجتماعيا العاديين لوحدهم، يعني ما في رعايه اجتماعيه، نسبه الوفيات عم تكون عندهم اعلى بكثير، اعلى بكثير، وهي حقيقه علميه اصبحت الان. وهون التناقض اللي بصير، هلا نحن بكورونا عم نقول تباعد اجتماعي، بالمقابل هو التباعد الاجتماعي بيعمل اضطرابات نفسيه. ان شاء الله هي ازمه وبتعدي، هلا بدنا نلتزم بالتباعد الاجتماعي وبلكي بعدين تنحل هالمشكلة ونرجع. دكتور سريعا بس ناخذ من حضرتك كيفية العلاج لتصلب الشرايين. أول شيء معاكسة عوامل الخطورة، المدخن بده يوقف دخانه، قليل الحركة بده يتحرك، مفرط في الطعام بده يقلل طعامه، البدانة بدنا نكافحها، إذا في عندنا سكري يجب علاجه وبصرامة وضبطه ومن بدايته حتى قبل ما يظهر الحالة، بنسميها ما قبل السكري، هي اللي بتأثر على الشرايين وتعمل تصلب شرايين. لما شخص سكري بيكون انصابت الشرايين مسبقا ومش حالة. مريض الضغط بده يهتم بعلاج ضغطه بدون إهمال، موضوع مو بس أخذ حبة دواء للضغط، لازم نتأكد أنه نزل. وآخر الطب الكي مثل ما بيقولوا، أخيرا نلجأ لشيء اسمه قسطرة قلبية وتوسيع الشرايين بالبالون والشبكات. هذا الإجراء اللي يوميا عم نشتغل فيه، قسطرة قلبية، بنشوف الشريان بنصوره وبنشوف وين أماكن التضيق أو الانسداد، وممكن معظمة قابل للتوسيع بالبالون والشبكات. بالختام بدنا نتشكرك الدكتور أحمد العايد، استشاري في أمراض القلب والقسطرة القلبية، على وجودك معنا. بتمنى من كل فعلا الصحة والسلامة العامة والشفاء لجميع المرضى. شكرا كثير لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
شكرا لك دكتور.